E per curi? Surya lana kilna. كوميدي وبيضحك سأل المخرج الكاتب عن نوعية عمله فأجاب بأنه كوميدي فسأله المخرج وبيضحك؟ وهل هناك كوميديا ما بتضحك إلا عندنا؟ فهنا تجد كل مواصفات فن الكوميديا في حياتنا ما عدا أنه الأفلة غير مضحكة النتيجة الطبيعية للكوميديا معدومة كل شيء كوميدي باستثناء أنه ما في شيء بيضحك بالنهاية حتى أن المنظرين عندنا ميزوا بين كوميديا المسرح التجاري وكوميديا المسرح الراقي أنه التجاري بيضحك والراقي ما بيضحك مو مشان شيء بس لأنه راقي وكما يقولون فإن المزاحة تذهب المهابة فإن هيبة المسرح الكوميدي بتروح إذا ضحك الجمهور لازم العمل الفني حتى لو كان كوميديا أن يجلد الجمهور جلدا ويجعله ينظر إلى ساعته أكثر مما ينظر إلى المسرح حيث الممثلين الراقين والإخراج الراقي والسينوغرافيا الأرقشي وركزوا معي على السينوغرافيا حاكم دارجة موطب هاليومين والنتيجة بتبكي الحجر فالبرجوازي عندنا لا يعرف شيئا من البرجوازية وفلسفتها وتقاليدها سوى المصاري والفقير عندنا لا يعرف شيئا من قناعات الفقراء وأخلاقهم الرفيعة وأرواحهم الراضية المتقشفة الزاهدة سوى الحقد الطبقي الدفين والفنان عندنا لا يقيس أهميته سوى بالكم الذي يأخذه من المصاري والمرأة لا ترى من الرجل سوى المصاري والرجل لا يجد سبيلا للوصول إلى قلب المرأة إلا بالمصاري والطفل لا يمكنه التمتع بشيء إلا إذا دفع مصاري وليست حياتنا كوميدية راقية فعلا بدليل إنها ما بتضحك أبدا بل وإنها بتبكي محارم زكاتك معلم بدك مصاري؟ هكذا حدثنا عند بشر كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريا.